عسلامة شباب، اليوم موجودين في المعهد العالي للأعمال بتونس مش ناخذ رأي تبي يسرس في أطروحتنا نتاع اليوم. دعم تكيك منظومة الرعاية في تونس ممكن؟ تكيك منظومة الرعاية غير ممكن؟ هي ممكنة إذا توفرت بعض الشروط. ممكن أما صغير شوية في الوقت هذا ممكن؟ شو فكرتوا عن المنظومة هذه؟ إيه إحنا توا ديجا قاعدين نفكروا فيها المنظومة هذه. على خطة السنين الأخرى قلت عنها إرادة سياسية حقيقية. قاعدين نقاوموا فساد مع المدني ولا في قواعي أكثر بالمشاكل اللي فيه. ما آلاف غادي ننشروا الوعي بدا الدورة نتاع المنظومة الرعاية. صعيب على الاخر باش نبدل السيستم هذايا، نشوفوا انه لازم وي تيك اكشن كي تشارجوا التحاوي اللي يبدلوا، نعيدوا نظر في القوانين التشريعات، المنظومه تروخات تتبدل، كل فما بريسيون اكثر على الدوله من قبل اللي خلاها انه لازم تاخذ التصلاحات اللي لازم تعملها والكل ما نخدموا عليه اكثر من الموضوع هذا، ولازم اراده سياسيه كبيره باش نجموا نبدل فيها.